شعور يجب أن يعرض على هذه اللجنة حتى يحددوا وتعرض يعرض الأمر على القضاء، لأن نريد أن نحمي هؤلاء الأشخاص نحن إن كانوا صادقين. أما إذا ثبت كما ثبت بالحالتين الأوليين مع الشاب الصغير ومع نور، نور المسمى نور، إذا ثبت يصحح وضعها وتستمر في حياتها، لأنه يجب أن يتصالح صاحب المشكلة مع نفسه ومع دينه أيضا في هذه المشكلة، لأنه لا ذنب له في مسألة الخلق الذي خلق فيه. نحن هلأ عرفنا مثل ما حضرتك ما في مشكلة، بل يجب على الحكومات الدول التي تمنع التصحيح بالتصحيح استئصال العضو الخامل الزائد الذي لا فائدة منه وليس له، نعم، وتصحيح الهوية الجنسية في سجله وقيوده. هلا وضحت الفكرة، الشرع شو بقول؟ ولكن أنا عندي سؤال، أيمتى بيسمح الشرع لواحد لواحد تصحح جنسيا خضع لعملية تصحيح جنسي أن يتجوز؟ هو يجب أن تتم العملية قبل البلوغ وقبل أن يرتبط بزواج آخر وبعلاقة أخرى. وأنا الآن سأعرض حكما عظيما صدر في لبنان من قاضية كبيرة، هي الأستاذة القاضي رولا جدايل، موجود عندي، ممكن تقلنا باختصار؟ ويدرس في الجامعات اللبنانية والفرنسية وترجم إلى عدة لغات في ممكن قضية. ممكن تقلنا باختصار شو هو هالموضوع؟ نعم، لأنه الوقت عم بدهمنا. شخص متزوج، تزوج وأنجب أولاد مرة أولى وثانية، ثم شعر كما يشعر بعض الأشخاص بأن له رغبة بأن يكون امرأة، وفعلا أجرى عملية ليكون امرأة رغبات أنثوية، وتقدم بدعوى وبين أدلة وبين أشياء واستدعي الطبيب وناقش وكذا. فمن يقرأ هذا يجد كل الجواب، من يقرأ هذا الحكم العظيم خلاصته ردت الدعوى، يعني لا يجوز له أن يتحول أبدا، يبقى ذكرا، لأنه إذا تحول يبقى مشكلة للأولاد ومشكلة اجتماع الأولاد، لهم أمها أمتين أكثر من أم، أين أبوهم؟ يعني مشكلة كبرى. ردت هذه الدعوة وهذا الحكم، أنصح كل من يعنيه الأمر أن يطلبه، موجود على الإنترنت، موجود بالجامعات، الشيخ موجود، نعم. أما المشكلتان الأخريان هذه قضية يجب أن يحلها اللجنة التي أقترحها وتعرض على القضاء، إما أن نصحح لهم جنسهم وإما أن نطبق عليهم القانون كما قالت هي، قوانين الشرقية العربية المستمدة من المبادئ والمفاهيم الدينية كلها، الإسلام والمسيحية واليهودية لا ترضى عما فهمت أنا أو أنتم فهمتوا بأنه أنا ليس عندي آلة الجنس الآخر ولكنني أحبه ولا أعلم ماذا يمارس، يعني هذه مشكلة. فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال، خلص الوقت. نعم. في عندي سؤال أخير، بحكم تجربتك الطويلة، مرق شي مرة معك قصة تحول، تصحيح، جوزت حدا، طلقت حدا، شو صار؟ خبرنا شو خبرية صارت معك. نعم، حصل أنني كنت أجري عقد زواج، فيقول لي بعض صغار الموظفين إن هذه المرأة التي عقدت عليها زوجتها هي صبي، الرجل ذكر بعد ما زوجتها، بعد أن تمت المعاملة وانتهى كل شيء. فاطلعت على الملف جيدا ثم دخلت إلى الرئيس وأطلعته على المشكلة، وكنت شابا صغيرا، فطلب الملف وقال ملفك صحيح وعملك صح، إخراج القيد أنه ذكر، تقرير الطبيب أنه ذكر وأنه صالح للزواج، لا مانع من زواجه ومن كل شيء، الله أعلم على ذمة الطبيب، أما إخراج القيد والصورة والهوية أنه ذكر. أنت جوزت؟ فعلنا أنا. ثم علمت مؤخرا بعد فترة بأنه فعلا ذكر وليس أنثى بعد سنوات، وربما شاهدته مرة وسمعت بأنه عنده شذوذ وسرق هوية ابنتي شقيقته وزورها أو شيء من هذا النوع، ليست مشكلتنا. أما حصل بعد ذلك لا أعلم، هذه حالة فريدة مرت ودائما أقلق منها، فأدقق كثيرا
وأتعمق عندما في المحاكمات وفي التحقيقات حتى أتأكد من شخصية الواقف أمامي بسبب هذه المشكلة. أصبحت عندي عقدة، لأن الناس غالبا لا يعلمون وغالبا يكذبون حتى يحققوا مصالحهم. إن أكثر الناس لا يعلمون. شكرا فضيلة. المشكلة الأخرى التي طرحت اليوم خطيرة جدا، خلص الوقت، لا يرضاها مجتمعنا فضل. ولا قوانيننا ولا ما فيها مفاهيمنا ولا أدبنا. لها موضوع آخر اللي هي مشكلة الشخصين الآخران، رفض قاطع. قطعا نعم. طيب. لا يسمح فيها لا الشرع ولا الدين ولا القانون ولا الأدب ولا الأخلاق، كما فهمنا وكما سمع الناس والدكتور الطبيب والسيدة الدكتورة والأستاذة المحامية. إذا كان راضين عما سمعتم تفضلوا أدلوا بدلوكم. شكرا فضيلة الشيخ. بتشكر ضيوف الكرام. وبين التصحيح والتحويل الجنسي حد فاصل أحمر وبالخط العريض. تصبحوا على خير.